السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم بقناة العاب خنفشارية او عراقي جيمر. ان شاء الله بحلقة اليوم رح نلعب هاي اللعبة الهادئة، لعبة جريس، لعبة هادئة كلش. من الافضل انه تلبس سماعات، تعلي الصوت، تقعد على جهة حتى تدخل بجو اللعبة. الارت ستايل يا الله تحفة. خسرت صوتها. هاي اللعبة يا شباب نزلت على البي سي، الحاسبة والبلاي فور، نينتندو سويتش واندرويد، يمكن تلقاها على الايفون همينة، وما ادري ليش ما نازلة على الاكس بوكس، بحثت وما لقيت. منشورة بواسطة ديفلوفر ديجيتال، نفس ماي فريند بيدرو، وهذا هو الاستوديو نومادا استوديو، اسمه استوديو اسباني. بحثت عنه طلعت بس هاي اللعبة الوحيدة اللي نشرها. لعبة تجنن، نازلة ب 2018، حصلت وايد جوائز من عندها The Game of Award و Game of Impact Award. قيماتها 84 على ميتكريتيك. رح قلل الحكي يعني هاي شي اللعبة. هسعى إيه للتحكم، ما اقدر اطفر. اوكي بالنسبة للإعدادات الجرافيكس والسوالف ماكو إعدادات، إعدادات قليلة كلش، بس إعداد واحد إذا حاسبتك ما تقدر تشغلها عادل. بالنسبة للمواصفات المطلوبة لتشغيلها على الحاسبة راح أكتبها بصندوق الوصف أسفل الفيديو أو المقطع. اوكي هسه اهم شيء الخمسات. اقدر اطفر. الموسيقى والعالم يا الله خوفشاري. واللي تعجبه هاي اللعبة بعدين رح انصحكم بكم لعبة نفس اجواء هاي اللعبة نهاية السلسلة. وات هاي دود جاي يحركون الصخر من اجيامهم يوقفون.
طبعا ما بيها حكي. اللعبة بيها تجميع نجوم على ما اعتقد، لو هيك حجي. بس اكو مكان اريد اشوف فوق شنو يبي. اي يس يس كني شفت. ياب 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 ما اقدر اروح من هناك، بس اعتقد يمكن اقدر اصعد من فوق. ثلاث نجوم احتاج حتى يرسم لي طريق. نجمة فوق اكو، شي صعدني لها. بس انا لاحظت اكو نجمة على اليسرى كلش، لا شمرت نفسي منها. هسه ثلاث نجوم. بعد نجمة هاي الفوق 100%. اوه 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 اقدر ادخل فوق هالوحش او حيوان او اللي ما ادري شو اسمه. هسه وياي ثلاث نجوم. هاي الإيد مو اللي طحت من عدها. اللعبة عبارة عن انه تتسلق، شو يسمونه، انه تمشي على الدرج. الدرجات منتشرة بهاللعبة، كل مكان تلقى درج 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 درج.
أعتقد لازم أجمع بقية النجوم وهيج حكي. شنو هالرسوم؟ هالرسم اللي فوق شنو معناته؟ هسه انزل حدر لو اصعد فوق. خلني اصعد فوق. ما اقدر اوصل لي هناك. حتى منك ما اقدر اوصل. يلا نرجع. هاي رسمة ثانية للسلحفات. شنو معناته ما ادري. 1 2 3 4 5. الشمس بدأت تطلع. شباب شوفوني ما احكي وايد لان هي هيك اللعبة. اللعبة ما تحتاج حكي. اهلا بكم شباب بلعبة جريس. هاي شلون مقدمة كانت على الارت ستايل الموسيقى. خلي شوف يمكن اكو شي منه. ياب اللعبة عبارة 3 دقم، يمنى يسرى وطفر. هاي اوكي شلون نتعدى على الهواء؟ ما
لازم اطلع بسرعة قبل لا يجي الهواء. شو استفادت وصلت لي هنا؟ ما دام انا داخل الهواء ما يأثر علي. لازم استعجل والقى مكان البدبي قبل لا يجي الهواء. اجا 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 ياب. ما ادري شنو فوق بس لازم اعرف شنو اكو. اعتقد لازم انتظر. اوه احتاج بعد نجمة. هاي وحدة. الهواء بظهري على المود هاي مو مشكلة اذا طحت. اجا 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 الهواء الهواء الهواء. اوف صارت عندي ثلاث نجمات مو؟ نجم الفوق شلون اخذها؟ ياب 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 بلكي يطيح هنا. شلون اطيح هذا شو اسمه طابو؟ الو
أعتقد لازم أرجع، لازم أطيح من فوق على هذا المكان أو هيك شيء. ليش بعدين ارجع لها اذا عرفت شلون. هولد كي. هسه اكو شغلات حلوة. هسه عرفت شلون افتح ذي شي. اذا جا الهواء خل اجربها يمكن توقفني. هذني اللي اجمعهن هيك شي، اجمعهن ولا لا ماكو مشكلة. ياب قبل لا اطيح حجر خليني اشوف شنو هنا. تقدم القصة وين منا لو المسار الرئيسي. خل ارجع لعد. شفت شغلة حلوة. ياب منا
الفكرة عجبتني، الفكرة عجبتني. الفكرة عجبتني، ما أقدر أوصل لهناك. مو أول شي أوقف هنا. أها فكرة عجبتني. What? Oh. What? ايش كسرت انا؟ هو المفروض اسوي هيك شيء لو لا؟ يمكن نسيت شيء يمنى يسرى. حذر، هلا اشوف اول شيء يمنى شنو. خلاص شو شني يسر اول شيء. ما اقدر. ما ادري ليش، بس اذا اقدر ليش لا. ماكو شي منها.
اوكي. ما ادري ليش جاي فلشن، بس اذا نقدر ليش لا. شلون هسه؟ اها اوه، ليش ما تصبر يا حسن؟ ليش ما تصبر يا قلبي؟ هذيك اللي على اليمين تحتاج ثلاثة، لازم ألقى لي بعد نجمة. نجمة فوق إذا تشوفونها. اكو شي حدر؟ لو لا شلون الحصاد فوق؟ والله افكارهم حلوة، خوش افكارهم. بس بدي اعرف شكل شنو اكو فوق. ثلاث نجوم، بس بدي اعرف شنو اكو فوق. عليك يسرى ياب اكفر شي. شنو المشكلة؟ نايس. هاي النجمة اللي خذيتها اختيارية هي شي. شفت شي فوق؟ لا 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 ما تتخيل. ما ادري الطريق يمنى لو يسرى. لا لا اذا طحت منها ما اقدر ارجع. خلي اشوف خلي اشوف اليمنى. نايس. ليش ما اقدر اطلع فوق؟ يلا خلنا نشوف اذا اكو شي حذر. انا جيت منه.
كمل ولا تضيع وقت حسن. شلون انزل لي حذر؟ ياب 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 اعتقد لازم استعجل. لا نايس نايس نايس. شلون اصعد لي فوق؟ فهمت الفكرة. نزل هاي اول شي. بعد 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 انزل بعد بعد. ياب 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 استعجل استعجل. نايس افكارهم حلوة. اكو نجمة؟ لا ماكو شي. ثلاث نجمات وراي لحد الآن. والله أربعة. شوف ان الطريق من هناك من هاي الجهة. ما ادري ليش سويت هيك. يرفع الصخرة؟ عافية بالبطل. صار خمسة.
ما اقدر اروح لها الجهة. اوكي شباب، ولهنا وصلنا لنهاية حلقتنا. ان شاء الله عجبتكم اللعبة. ظهر اللعبة شوي اطول مما توقعت، كانت 3 حلقات. يلا نشوفكم باكر الساعة 9. باي.